السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدنا قبل كده اللي هو العصور ما قبل التاريخ، وبعد كده خدنا اللي هي الحضارات القديمة اللي هي ال4 حضارات، تمام. وبعد كده خدنا اللي هو العصور الوسطى، بعد كده هناخد المرة دي اللي هو المحاضرة 7، العصور الإسلامية أو الحضارة الإسلامية. طب بالنسبة للعصور الإسلامية، تمام، الحضارة طبعا ظهرت فعلا بعد اللي هو هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وابتدت ان هي تنتشر لمناطق كبيرة جدا، تمام. اتفقنا المحاضرة اللي قبلها ان هو كان تزامن مع العصور الوسطى، كان اوريدي تزامن معاها اللي هو العصور الاسلامية، بس العصور الوسطى دي كانت في اوروبا. العصور الاسلامية اتفقنا ان هي جابت من الصين لغاية غرب اوروبا. قال لك ان هو اللي هو المجتمع بتاعهم كان من في الاول من المهاجرين والانصار واليهود، ده بداية المجتمع اللي هو الاسلامي في الاول. طب بعد كده قال لك ان هو تأسس المجتمع ده خاص على الشريعة والقرآن والسنة وكده، خلاص، والمساواة والشورى والخصوصية، ده اوريدي احنا عارفينه عن الشريعة الاسلامية. قال لك ان هي تأثرت بباقي الحضارات، سواء كان الحضارة اللي هو بقايا الحضارة الرومانية، أو يعتبر الحضارة اليونانية إلى حد ما اندثرت شوية، بس كان في حضارة مثلا في اليابان، كان في حضارة في الصين، مش عارف في حضارة فين، نفترض إن هما إلى حد ما يتأثروا بباقي الحضارة، تمام. بالنسبة لمدن العصور الإسلامية، قالك تأثر التخطيط بتاعها بأكتر من عامل. أو العامل الأولاني قالك إن هو رغم حاجة اسمها شبكة فراغات. يعني إيه شبكة فراغات؟ شبكة الفراغات دي عاملة زي شبكة الشوارع، بس في بقى ان هو فراغات، يعني ما فيش برضو اللي هو شبكة الفراغات دي اللي هو الحاجة الواحدة، لا، في اكتر من تدرج. زي بالظبط ان في عندي شوارع اللي هو الرئيسية، بعد كده تدرج منها شوارع فرعية، طبعا بروتب. نفس الشيء عندي اللي هو الفراغ الرئيسي الكبير، وليكن ان هو فراغ المسجد الرئيسي، تمام، اللي هو اكبر مسجد عندي مثلا وليكن في المدينه. بعد كده بيجي اللي هي الفراغات التانية اللي هي تعتبر الساحات والكلام ده داخل او خارج المدن، خلاص، يبقى ده اللي هو الكاتيجوري التاني. وبعد كده اللي هي الفراغات اللي بتيجي بعدها اللي هو الكاتيجوري التالت بتاعها، اللي هو بين المناطق وبعضها، اللي هو بنسميها بين الاحياء وبعضها، تمام. في بعد كده اللي هي الفراغات شبه الخاصه اللي هي داخل منطقه، وليكن مثلا جنب مجموعه مثلا مساكن والكلام ده، في نصها ممكن يكون فيه زي فراغ، تمام. بعد كده طبعا اللي هو الفناء او الفراغ داخل كل بيت والكلام ده. طب عناصر المدينه كان من ايه؟ قال لك العناصر الرئيسيه طبعا المسجد، تمام، بالرتب بتاعه. احنا اتفقنا من شويه انه كان في عندي اللي هو المسجد الرئيسي، في طبعا في مساجد اللي هي المحليه، وبعد كده ممكن يكون في زاويه حاجه صغيره كده للصلاه وخلاص. طب في عندي اللي هي دار الاماره، تمام، وهي بعد كده في الاسواق والورش، وفي المناطق السكنية، وطبعا الأسوار عشان يحموا المدينة والكلام ده، وفي عند الكتاب ده عشان تعليم القرآن والكلام. طيب ده بالنسبة لعناصر المدينة. طب بالنسبة لشبكة الشوارع، قال لك إن هي الشارع الرئيسي بيسموه اللي هو القصبة، قال لك من 3 وربع ل 3 ونص، تمام. وفي اللي هو الشوارع الفرعية، قال لك حسب بقى ما بيمروا فيه من دواب أو عربيات بتمشي فيه، تمام، وغالبا بيبقى 1.8 ل 2 متر، ده الرينج بتاعه. قال لك برضو بالنسبة للمساكن كان لحد ما متلاصقة، تمام، بس كل واحد كان له نظام مستقل بذاته، بس الارتفاعات متقاربة وتناسق. طب ليه الارتفاعات متقاربة؟ ان مفيش جار يكشف الجار التاني. يعني انا مثلا لو انا عندي بيتي مثلا وليكن 3 ادوار، وعند جاري اللي هو اللي جنبي بالظبط عنده دور واحد، بالتالي انا لو وقفت فوق اللي هو سطح بيتي هكشف الدور اللي تحته لو واقف على السطح ومش عارف ايه. طب فرضا جاري ده كان 3 ادوار زيي، يبقى بالتالي ان انا كده مفيش حد كشف التاني، خلاص. فهما كان عندهم اكتر من مبدأ اللي هما مبدأ لا ضرر ولا ضرار، لا تضرني ولا ضرك زي ما بيقولوا كده. وبرضه نفس الشيء ان هو الخصوصية، كل واحد بيحترم خصوصية التاني والكلام ده، حتى عشان كده عملوا الافنية داخل البيت والكلام ده، بحيث ان هو ايه، مفيش اللي هو الاهل البيت اللي هو من النساء والكلام ده ينكشفوا لبره. برضه علاقة الجوار ان هو كان لازم يحترم جاره جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالجار اكتر من حريص. طب وان هو في مساواة، مفيش حاجة اسمها فيه اللي هو الغني قوي والفقير قوي، وان ده كذا له سيادة عن التاني، لا خالص، كان ده اللي هو الاسس بتاع الشريعة الاسلامية. قال لك برضو ان هو كان في عنده حته ان هو لو كل واحد بقى عايز يمتلك اللي هو عايزه، فهو واحد والله معاه فلوس تجيب قطع صغيره، في واحد تاني معاه يجيب قطع اكبر شويه، فبالتالي ان هو عدم انتظام مساحات قطع الاراضي.
بعكس الحضارات التانية ان هو اتفقنا قبل كده كان بيعمل اللي هو شغرنج او الشبكي او حتى عدم الانتظام ده، بس الى حد ما القطعة بعضها هنا لا. طيب قال لك برضو احنا اتفقنا من شوية ان هو كل جار بيحترم ومش عارف ايه والكلام ده، فعشان ان هو يحترم لازم بيبقى متلاصق تمام، والادوار والى حد ما متقاربة من بعضها في الارتفاع والكلام ده، فيهوي ازاي وينور البيت بتاعه ازاي. فكان زي ما احنا اتفقنا بيعمل حاجة زي البناء الداخلي للمباني وكده. طيب قال لك برضو ان هو كان عامل البيئي اللي هو كان يعتبر اللي هو المناخ صحراوي وكده، قال لك ان هو كان بيستخدم هو الفنان الداخلي برضو كده زي ما قفل الهواء والكلام ده وحركه انتظام الهواء وكده داخل البيت، ونفس الشيء القبه والقباب، علشان احنا اتفقنا انه في جزء اللي هو بيسطع عليه اللي هو الشمس او الاشعاع الشمسي، في الجزء الثاني بيبقى مش ساطع عليه الشمس، فبالتالي ان هو بيعمل زي تهويه وكده. طب وقال لك برضو الشوارع المتعرجة والضيقة والكلام ده طبعا عشان اللي هو يتلافى اللي هو الإشعاع الشمسي، وفي نفس الوقت اللي هو ايه المتعرجة عشان اللي هو الشد أو الظلال بتاع التعرج ده تمام. ونسيج المتضام، من نسيج المتضام اللي هو احنا اتفقنا ان في عندنا اللي هو النسيج اللي هو المبعثر ونسيج المتضام. يعني ايه نسيج المبعثر مثلا ونسيج المتضام؟ نسيج المبعثر ان هو هتلاقي مثلا بيوت متبعثرة كده او منتشرة في اماكن كتير والكلام ده، وفي في مناطق فاضية كتير حواليه. المتضام لا، متشابك مع بعضه، وان هو فيه يعتبر ايه الفراغات قليلة شوية بين المباني. خلاص طيب قال لك برضو ان هو كان عندهم حرف كتير، في يعتبر كان عندهم حتى كان بيسموا الحارات باسماء الحرف، يعني ده حارة النحاسين، يعني كلهم شغالين بحرفة النحاسة والكلام ده. وفي مثلا الحارة دي للصباغين، وفي ده للفحامين، ومش عارف، وده في حارة للسقايين كده، حتى يقول لك ايه في مثلا كده يقول لك ايه ما تبيعش مرحلة السقايين. فكان فعلا عندهم كل حارة لها حرفة الواحد. وقال لك ان الدور الارضي كان اللي بيعمل فيه الورشة بتاعته او الدكان بتاعه او وات ايفر في المسكن بتاعه الخاص تمام. وقال لك ان السوق بتاعته ايه السوق بتاع اللي هي المدينة، قال لك جنب دار البلدية ده ايه داخل المدينة. قالك برضو ان قصر الحاكم والجزء التجاري لعب دور مهم قوي في التكوين المعماري تمام، وبرضو ان هو دول بيحاول ان هو يكون على الاكس اللي بيودي عليه بوابات المدينة. طيب مدن العصور الوسطى قالك في عندهم كان حاجتين مهمين قوي، اكس والسكاي لاين. يعني ايه السكاي لاين والاكس؟ السكاي لاين اللي هو الايه خط السماء ماشي ازاي. احنا اتفقنا من شويه ان في عند انتظام لارتفاعات المباني زي ما احنا شايفين كده، اول صوره على ايدنا اليمين ان في يعتبر انتظام لارتفاعات المباني تمام. طب يعني حركه السماء اللي هو او شغل خط السماء من بعد المباني ده منتظم. طب لو انا عملت مجنت جمع زي ما احنا شايفين حصل ايه؟ كسر خط السماء بتاعي ان هو لا في حاجه عاليه كده تبتدي تطلع منها والكلام، يبقى هو شغال على السكاي لاين تمام. طب حاجه كمان اللي هو حاجه اسمها الاكس، الاكس البصري ان انا وانا ماشيه شايفه تقريبا في اخر الكسره بتاعتي في مدنه الجامع، فبالتالي في حاجه اسمها اكس بصري او توجيه بصري للمكان اللي انا ماشيه فيه. خلاص طيب قال لك ان هو دور العباده والمباني الاداريه والخدمات ده المساحه بتاعتها كانت عاليه، وفي نفس الوقت العلو بتاع الارتفاع، يبقى كده لعب على مين؟ على اللي هو الايه السكاي لاين. وفي نفس الوقت قلنا ممكن ان هو يكسر باخر الكسره دي مثلا وليكن المبنى بتاع الجامع تمام، او مبنى اللي هو يكون اداري او خدم او الكلام ده بيحاول يغير في الارتفاع، بالتالي برضه بيكسر بيه، وبالتالي برضه بيعملوا اكس بصري. طيب قال لك ان هو اختلفت الحضاره دي عن العصور الوسطى، قال لك ان هو كان بيهتم قوي بالفراغات، شبكه الفراغات منها طبعا ان احنا اتفقنا من شويه اللي هي مجموعه الساحات والكلام ده، وفي مجموعة اللي هي الفراغات الداخلية والكلام ده اللي اختلف عن عنصر وسط، ان هو كان بيهتم قوي بشبكة الفراغات بتاعتنا دي تمام. وقال لك برضو ان هو كان فيه ان هو بيعمل اللي هو الشوارع اللي هو الانكسارات والكلام ده عشان يوضي اللي هو الاكس البصري والكلام ده، وان هو ما بينتهيش بفراغ، مش نهايته فراغ، لا لازم ينتهي بحاجة بعنصر بصري مهم، بحس طول ما انا ماشي شايف حاجة مهمة في وشي، في حاجة اسمها اللي هو الفيجوال فوكس تمام، او بيسموها الفوكال اكس او الكلام ده. في اكتر من عنصر احنا بنتكلم عليه لما نيجي نتكلم على اللي هو التوجيه البصر، العنصر في اخر اللي هو الشارع بتاعي او الباص بتاعي عموما اللي هو المسار بتاعي تمام. فده اللي اما ممكن يكون فوكال بوينت
بتاع الطريق ده، تمام، او ان هو بيعمل التكسيره نفسها او الانحناء بتاعته بعنصر مهم برضه. طيب قال لك ان هو ما كانش بيتقيد بحاجه اسمها المحاور التخطيطيه. احنا اتفقنا مثلا وليكن على اللي هي المدينه الرومانيه، كان عنده اللي هو في محورين مهمين قوي، اللي هو اتفقنا اللي هو الطريقين الرئيسيين، اللي هو واحد من شمال جنوب والتاني اللي هو الشرق اللي هو الغرب، تمام. دول كانوا محورين مهمين جدا، يعتبر اللي هو محورين بيسموه المحاور التخطيطيه للمدينه. قال لك هنا لا، ما كانش بيتقيد، كان بيدي كسر في شوارعه عادي والكلام ده، وابتدي ان هو ايه يقلل شويه من العروض والحاجات دي، فايه ما كانش بيتقيد بحاجه اسمها المحاور التخطيطيه. قال لك برضه عشان يحمي كان عنده حاجه اسمها اللي هو السور، وكان السور برضه فيه ابراج وفيه بوابات والكلام ده. وقال لك ان هو كان السور ده بياخد شكله من اللي هو ايه الحدود الخارجيه، ممكن يكون مثلا في وسط منطقه جبليه فبالتالي برضه بياخد كده، ممكن يكون جنبه نهر ومش عارف ايه وكده والحاجات دي، فبيبتدي ياخد برضه شكل اللي هو الايه الاستريب بتاع النهر، او شكل اللي هو التعرج بتاع النهر او وات ايفر منه. قال لك برضه التاثر بتاع اللي هو المدن الاسلاميه في اكتر من عامل، كان من ضمنهم اللي هو العامل الديني، وده كان اكبر عامل حقيقي. قال لك ان هو العامل الديني زي ما احنا اتفقنا من شويه ان هو كان فيه اكتر من مبدا، اللي هو مبدا عدم الضرر او الضرار، مبدا الخصوصيه، مبدا المساواه، مش عارف ايه، كل العوامل دي طبعا طلعت من الشريعه الاسلاميه. قال لك ان هي دي اثرت في تكوين التجمعات، تمام. طب في عندك برضو اللي هو العامل الحربي، طبعا كان المدينه الاسلاميه او سوري العصور الاسلاميه كانت بتحاول ان هي تنتشر والكلام ده، فبالتالي كان لازم يكون في عندهم عامل حربي. فقال لك ان هو كان عشان يغزو لازم يكون عنده فيهم زي مراكز عسكريه كده، او مناطق عسكريه او نقط عسكريه عشان السيطره والكلام ده، فكان بتقوم بعض المدن لانها ايه تكون مراكز حربيه. طب برضو في عند العامل اللي هو السياسي، قال لك ان هو ممكن الاسره الحاكمه نفسها بتستوطن مكان ويكون هي دي المكان بتاعها. هنشوف بعد كده ان في عندي مش عارف ايه الخلافه العباسيه خدت مش عارف فين، فاطميه مش عارفه تاخد فين، الكلام ده كله. فكل مثلا ممكن يكون اسره حاكمه تاخد مدينه بذاتها وتبقى هي الايه الاساس بتاعها وكده. قال لك ان هو تعدد المدن العواصم، وهنشوف الكلام ده بعدين. قال لك من ضمن الامثله مثلا وليكن على مصر، قال لك ان هو انتقل من فسطاط العسكر والعسكر للقضاء، وبعد كده انتقل للقاهره، تمام. قال لك في برضه عامل من عوامل برضه اللي هو تخطيط المدن، نشأة المدن ليها، قال لك العامل التجاري. كان عندهم اللي يعتبر العصور الإسلامية كانت هي يعتبر أساسها اللي هو شبه الجزيرة العربية. شبه الجزيرة العربية ما كانش عندهم عامل اللي هو الزراعة قوي، لا هو كان عندهم اللي هو القوافل التجارية والكلام ده، وان هو طبعا اللي هو عرب وبدو والكلام ده، فبالتالي ان هو يعني بيتنقل وبيتاجر وكده. وكان عندهم النشاط التجاري ده اهم بكتير من النشاط الزراعي وكده، تمام. فكان النشاط التجاري بالنسبه لهم مورد رئيسي. طيب برضو العامل الاجتماعي ده انا برضو من ضمن العوامل في تاثير في التاثير بتاع تخطيط المدن والكلام ده. قال لك ان هو الناس دول كان سكان صحاري زي ما احنا اتفقنا من شويه، وان هم كان بيسكنوا على هامش المواقع، لان الهامش المواقع دي ممكن تكون ايه منطقه صحراويه، فهم حابين المناطق الصحراويه اكتر من المناطق الزراعيه، لان هي اوريدي هم ده البيئه اللي هم ايه متعودين عليها والكلام ده وتكيفوا عليه، فبالتالي اللي هو البيئه الزراعيه يعتبر بيئه مختلفه عنهم خلاص، فبالتالي ان هم يسكنوا في الطرق البريه وبعيد خالص عن المناطق الزراعيه او المناطق الساحليه. لدرجه ان هو مثلا لما جه يبتدوا ان هم يستوطنوا مثلا في مصر، وان هو يبتدوا يغزو مصر وكده، اوصى سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن العاص، تمام، يبقى سيدنا عمر الخطاب اوصى سيدنا عمر بن العاص، قال ان هو ياخد المكان اللي هو اللي هيستقر فيه او كده بعيد عن الساحل، وفي نفس الوقت ان هو ايه يكون مكان داخلي وعلى طريق. ففعلا ان هو استوطنه في اللي هو الايه الاماكن اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هو فسطاط والعسكر وقطاع وقاهره، ده كله ده جزء داخلي، تمام. بالنسبه لتصنيف اللي هي المدن بتاع العصور الاسلاميه، اول حاجه بقول لك ان هو من بقايا الحضاره الرومانيه اللي كانت سبقت العصور الاسلاميه، تمام. واحنا اتفقنا من شويه ان هو العصور او الحضاره الرومانيه اوريدي اندثرت بعد اللي هو هجوم البربر عليه، وابتدى عندنا في اوروبا مثلا ان هو ابتدى يبقى العصور الوسطى، وتحت عندنا بقت هي العصور الاسلاميه، تمام، والاثنين تزامنوا. طب يعني بعد معنى كده ان في بقايا للمعسكرات الرومانيه وكده،
وليكن اسكندرية ومش عارف ايه والكلام ده. فأصبحت ده مدن اتنشأت اوريدي قبل الإسلام، وجي الإسلام وفتح. طيب في عندي برضو كاتيجوري تاني اللي هو من مدن برضو اللي هي منشأة قبل الإسلام والكلام ده، اللي هي مدن الجزيرة العربية اللي هي وليكن يثرب أو المدينة. تمام. طب المدن اللي هي أنشئت بعد ظهور الإسلام، قال لك مدن اتخذتها الخلافات كعواصم ليها، وليكن هي بغداد ودمشق. تمام. في عندي اللي هو المدن أبصار، ومثال ليها اللي هو الفسطاط. طبعا الصور دي كلها من القاهرة الفاطمية والكلام ده. تمام. ودي استيل، وده صور حديثة وكده والكلام موجود. طبعا شكل اللي هو الحارات والأزقة والكلام ده عامل ازاي، وشكل البوابات، وشكل اللي هي المباني الأثرية ستيل موجودة، وشكل الفناء موجود والكلام ده. ده ناس ممكن تروح اللي هو القاهرة المعز والكلام ده وتشوف الحاجات دي على طبيعة أحسن. عندي من مثال بقى اللي هو المدن بتاع الحضارة الإسلامية، في مدينة بغداد، ودي احنا اتفقنا ان هو ده من مدينة بتاع الخلافة. طب الخلافة بتاع مين؟ اللي هي العباسية. قال لك ان هي تأسست سنة 145 هجرية او 725 ميلادية. تمام. طبعا اخترت لكذا حاجة. اول حاجة ان هي طبعا احنا اتفقنا من شوية ان هما بيحبوا اول حوار الطرق اللي هي التجارية البرية والكلام ده والداخلي. طب وقال لك برضو الحاجة التانية اخترت ليها ان هو الناس بتوع اهل العراقة لهم دور كبير قوي في الثورة العباسية. تمام. ونفس الشيء برضو ان هي يعتبر ان هو الموقع بتاعها يعتبر في نصف الخلافة العباسية. برضو قال لك برضو كره ابو جعفر المنصور للكوفة. تمام. بعد ثورة الردنية كل دخل لهم يختاروا اللي هو مدينة بغداد كعاصمة للخلافة العباسية. قال لك ان هي كانت في العراق، طبعا اتكلمنا عليها من شوية ان هو خلاص الكاتولي بتاعها اللي هي المدن العواصم، وعندك كانت العاصمة الامارة بتاعتها كانت العسكر. العسكر ده كان عندها في مصر كده. تمام. وبرضو اللي هو كان بيتبع زي ما احنا شايفين كده اللي هو التخطيط بتاعها تخطيط دائري. عندك المركز، وكان فيه اللي هو المسجد وقصر الحاكم. تمام. وحواليه اللي هو الثكنات العسكرية وقصور الأمراء والكلام ده والمباني الإدارية. وبعد كده في الحاجة التالتة بقى اللي هو الإيه، مباني اللي هو الإيه اللي هو المساكن والكلام ده. قال لك ان هو كان فيه 3 صور زي ما احنا شايفين كده في الصورة بتاعنا، في 3 صور وكان فيه 4 بوابات، وكل بوابة بتأدي للإمارة اللي تحت رعاية هذه الخلافة. تمام. في خندق حوالين المدينة. قال لك ان السور الخارجي، شوف يعني تقريبا كان، يعني بيقول لك تقريبا كان عرضه 9 متر من تحت، ومن فوق بيقعد يتدرج كده لغاية ما يوصل مثلا 3 متر. وفي أقاويل بتقول لك كان أكتر من كده، يعني مش السمك بس كان 9، بيقول لك أكتر كده. بيقول لك ان هو كان فيه فتحات ان هو في المدخل عشان يتعطل الهجوم اللي هو قاعده والكلام. قال لك الاسواق اللي كانت موجوده والحاجات دي، وبرده مراكز الجنود ومساكن الامراء والكلام ده، اتفقنا ان هو موجوده من ضمن حاجات اللي هو المناطق اللي هي في المدينه. تمام. قال لك المناطق السكنيه زي ما احنا شايفين كده اتقسمت ل4 احياء. تمام. وكل حي يعتبر مطل على بوابه لوحده. وقال لك ان هو كان فيه بعض الامتدادات خارج المدينه، ده على شكل لوحي والكلام ده خارج المدينه. قال لك المدينه بتاعه بغداد دي للاسف تم تدميرها على ايد التتار والنوار. في برضه مثال على مدن الحضاره الاسلاميه، مدينه دمشق. مدينه دمشق قال لك اللي هي كانت من مدن عواصم الخلافه الامويه. تمام. وقال لك ان هو تحول التخطيط اللي هو الفراغات بتاع المدينه الرومانيه القديمه اللي هو الشطرنج المنتظم ده والشبكي والشوارع الرئيسيه والاجوره والمسارح ومش عارف نظم الصرف، كل ده للاسف بيقول لك ان هو المدينه العربيه، انتوا عارفين زي ما احنا اتفقنا من شويه ان هي مدينه يعني يعتبر اللي هو جم شبه الجزيره العربيه، وقالوا ان هو معتبر صحراوي وكده، وتعودوا على اللي هو الأزقة والكلام اللي بيحصلوا بالإنسانات بالشيدنج وكده خلاص. فابتدت اللي هو الشبكة المنتظمة تتلاشى. تمام. وتقلل عرض الشوارع، والأسوار اللي كانت للمدينة الرومانية ابتدت ايه تتهدم في مدينة دمشق. تمام. وبتاع عشان الأسوار دي اتهدمت ليه؟ عشان يبتدي ان هو يزود الأحياء بيقولك بنسبة 25%. تمام. ويتوسع المدينة شوية. قالك تحول بقى الشارع الروماني لسوق عربي. احنا اتفقنا الشارع الروماني القديم كان حواليه اللي هو يعتبر فيه اللي هو الحواريت او الدكاكين بتاعه كامل، ابتدى يتحول بقى اللي هو للسوق العربي اللي هو الشكل اللي احنا لحد ما متعايشين فيه دلوقتي. تمام.
وقال لك الفسطاط كانت هي عاصمة الإمارة، فسطاط اللي هي طبعا في مصر. قال لك مدينة الفسطاط، قال لك إن هي اتنشأت سنة 640 ميلادية كعاصمة الإمارة، تمام. وقال لك شمال حصن بابليون اللي هو شمال شرق القاهرة حاليا. قال لك إن هو أول عاصمة تم بناءها بعد الفتح الإسلامي من خلال الخليفة عمر بن الخطاب، اتكلمنا عليها من شوية وقلنا على يد القائد عمرو بن العاص، تمام. قال لك إن هو كان تعليم الخليفة العاصمة إن تكون بعيدة عن الساحل، فأنا من شوية إن هما مبيحبوش لا ساحل ولا بيحبوا الأماكن اللي هي بتبقى ظاهرة والكلام ده. فقال لك إن هو عشان برضو كانوا بيخافوا من الساحل اللي هو الهجمات البحرية، تمام. هو يعتبر إن هما مكانوش متعودين على الهجمات البحرية قوي، كانوا هما يعني عندهم اللي هو حتة اللي هو القتال والكلام ده على البر أعلى بكتير قوي من القتال في البحر وكده، وكانوا بيخافوا من حتة اللي هي القتال في البحر لأنهم ملهمش سابق معرفة بيه، تمام. وبرضه يكون قريبة المكان اللي هو يختاره ده من مصدر مية عشان الشرب والكلام ده، عشان حتى لو دمر حصار والكلام ده يبقى عنده في مصدر للشرب. برضه قالوا ان هو المفروض ان هو ما يكونش في مسطح مائي بين الجزيرة العربية اللي هي السعودية ومصر، فبالتالي اختير الحوار ده طبعا يكون اللي هو مدينة الفسطاط. قال لك للأسف ان هو مدينة الفسطاط ده اتحرقت، تمام، او معظمها، وبعد كده بنوا اللي هو العسكر. وده شكل التخطيط بتاعنا على الشمال بتاع اللي هو مدينة الفسطاط. بالنسبة لمدينة العسكر اتنشأت سنة 755 ميلادية واتعملت ان هي تكون عاصمة جديدة، بس بالرغم ان هم عملوها عاصمة جديدة بس ستيل احتفظوا بالفسطاط كعاصمة ادارية او بقايا الفسطاط. احنا اتفقنا من شوية ان هي اتحرقت خلاص وكده، بس فضل بقايا، فابتدى ان هو يقولها خلاص والله طب هي تبقى العاصمة الادارية، وفي نفس الوقت برضه هنتخذ العسكر عاصمة، تمام. على السطور على الشمال كده واخدين اللي هو السيكتورز اللي احنا اتفقنا عليها من شوية، ان في عند القطاع تحتها العسكر، تحتها الفسطاط، تحت حصن بابليون، فوق الكلام ده كله اللي هي القاهرة، تمام. فوق طب كده احنا انتهينا من الحضارة الإسلامية خلاص، وان شاء الله هنخش المرة الجاية على عصر مضى وعصر باروك، ويبقى كده ان شاء الله يكون اخر محاضرة لينا في اللي هو تاريخ نظريات التخطيط. تاريخ التخطيط سوري، بس مش النظريات، نظريات هتبقى ان شاء الله مع دكتور احمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.